ربنا بيسمح بتجارب، بس مع التجارب في تعزيات كتير قوي. في ناس بتطبطب، في ناس بتصلي لك، في ناس حاسة بيك، في ناس بتبص لك بحب في لحظة وجعك، في ناس حاسة بوجعك ده بيخفف عنك شوية، في ناس بتقول كلمة طيبة. كل ده كان ممكن ما يبقاش موجود، كل دي تعزيات تستحق الشكر. اليوم اللي ما تحسش فيه بوجع ألا يستحق الشكر؟ فاهمين؟ أنا عاوز أقلب المواضيع شوية، أقول إيه؟ إحنا يوم ما بيجي وجع بتبقى مستعجل تدور على دواء أو دكتور وتخلص. طب كام يوم عدى من غير وجع؟ شكرت إن اليوم مشي من غير وجع ولا ما جاتش في بالك؟ شكرت إن عظمك متظبط في مكانه، عارف تتحرك وعارف تمشي ولا ما شكرتش؟ حاجات ما تكونش دخلت في دماغنا قبل كده، بس الحقيقة تستاهل الشكر، لأنك لو اتحرمت من الحاجات دي في لحظة هتعرف إنه ده كان عز، كان عز إن الجلد سليم، وكان عز إن العظم سليم، وكانت أيام حلوة قوي اللي فيها الجسم كان يعني ماسك بعضه على الأقل، بدليل لما واحد تاني حصل له كده ده طلعت صعبة قوي، واللي حصل له كده مش أوحش مننا، بالعكس أحسن مننا كمان. شكرت إن العمر مخلصش مثلا، طب إيه قيمتها؟ لا دي قيمة كبيرة أوي، لأن يمكن لو خلص قبل كده كانت تبقى دلوقتي، استحملوا الكلام معلش، دلوقتي لو كان العمر خلص قبل كده مش بعيد كنت تبقى في الجحيم. الجحيم معناه إيه؟ كآبة وحزن وعذاب نفسي لا يطاق. وطبعا الخطوة اللي بعدها بعيد عنكم ايه؟ جهنم، عذاب نفسي وجسدي الى الابد. فربنا عمال يطول في العمر، عمال يطول في العمر عشان نتفادى حتة الجحيم دي. انت شكرت على مد العمر اللي بيحصل ده يوم بعد يوم؟ شكرت ان مخك ما راحش لسه؟ لما تشوفوا حد يعني دخل في مرحلة مخه مش فيه، ربنا يشفي الكل. تعرف كونك لسه بتعرف تفكر دي نعمة كبيرة جدا، كونك بتستقبل الكلام دي حاجة كبيرة قوي، كونك في شوية ذكريات مش كتير، ما دي عندنا كلنا الميموري مشوشة، بس في شوية ذكريات دي حاجة كبيرة قوي. طب انت العقل اللي لسه شغال ده شكرت عليه ولا اعتبرته عادي؟ عادي ليه؟ كان ممكن يقف وغيرك عقل وقف. طب دي مش حاجة تستاهل الشكر؟ انك تشكر على functions بتاعت المخ دي. هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله فلا ترفض تأديب القدير. اشكر ان ربنا بيأدبك. ليه؟ المعنى ده مهم يا جماعة. عارفين لو ربنا ما أدبناش معناه بالبلدي رمى طوبتك. يعني ايه؟ ما منكش فايدة. طول ما لسه بتتأدب اعرف انك ايه؟ ابن محبوب، لان اي ابن لا يؤدب ابوه، وان كنتم بلا تأديب انتم نغول لا بنون، اولاد مش شرعيين الاحسن نتخلص منهم، انما بما انكم ابناء يعاملكم الله كبنين يبقى لازم تأديب. شكرت ان ربنا بيأدبك، بيحرجك احيانا، بيوجعك احيانا، بيكسفك احيانا، بيشد ودانك. ده انت كأب ربيت اولادك عارف قيمة دي. طب تزعل ليه؟ ده انت بدل ما تزعل اشكر.